فقرتنا التالية يا ميسان، يعني كلنا مضل ماسكين وعم نحط الكحول الطبي وعم نغسل، كلنا بنقول اهتروا ايدينا من الكلور، صح اهتروا ايدينا من المعقمات يعني، ولكن لازم نستخدمهم هي الفترة، وان شاء الله فترة وبتمرق على خير. شو هي مضار هي الكحولات الطبية يلي عم نستخدمها والمعقمات يلي ايضا عم نستخدمها ببيوتنا على الجلد؟ رح نتعرف عليها اكثر مع الدكتور هايك سيربيان لحتى نحكي اكثر عن الامراض الجلديه يلي بتاثر عليها هي المعقمات. صباح الخير دكتور. صباح النور. شو هاللوك الحلو؟ الله يسلمك. حلو لوك الكورونا. لوك الكورونا، مو انه ما في حلاقين، لا هذا لوك جديد. هلا وسهلا. هلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. لا يعني حتى اذا ما في حلاقين بنعمل نيو لوك. نيو لوك. دكتور يعني مثل ما قالت ليا كلياتنا ماسكين المعقمات، وينه المعقم؟ وين قطعت؟ كلياتنا ماسكين. وعن جد صار عندنا هذا الهوس تبع المعقمات بلحظه من اللحظات كلياتنا عم نبالغ فيه. قديش المبالغه صدقا بتاثر علينا، وشو هي الطريقه الصحيحه لاستخدام المعقمات؟ هلا المشكله انه البلد صارت قسمين، قسم غير مبالغ نهائيا وقسم مفرط، يعني الناس ممكن موسوس. المشكله انه كثر الوسوسه ما بتحمي. كوخ. احنا بنتعاطى مع مصاري، بنتعاطى احيانا مع مسكه باب، ما فيك تتمي ماسكه الكحول او المعقم وماشي قاعد عم تفتفي. وسائل الوقاية الأفضل منها وقت بتطلعوا لبرا أحصلكم منها، بلبسوا الكفوف وخلاص. يعني أنا حدا بده يدير بالي على حالي بلبس كفوف، بغيرهم كل ساعة ساعتين إذا اضطر الوضع وخلصين. ما في داعي حتى ودي عقم تحطه حطه على الكف، يعني حط المعقم على الكف، لا بتحطيه على إيدك إذا كان ولا بد كنت برا. أفضل بكتير ما أنت منكرر المعقمات بشكل متكرر، خاصة الناس اللي بيحتكوا برا. الحقيقة أنه هو الموضوع يعني أخذ بشكل وقائي مطلوب، لكن قد يكون بالغنا فيه. طبعا المعقمات سواء كانت كحولية أو ما تحويه مثلا من مواد ذوابة بالكحول، مثلا ممكن يكون عبارة عن مادة كيماوية ذوابة بالكحول أو بشكل جل أو بشكل مائي حتى. طبعا هو مفترض سابقا يتمدد، مثل المعقمات مثل إكزاميدين، ديتول وإلى آخره، عم نسميها أسماء. بس الحقيقه انه هي بالمجمل بشكل طبيعي هي ممكن تسبب التخريش بالاكثار. ولحنا مشكلتنا وصلنا لزمن او لحاله صحيه ما عم نتطلب انه نحن نستعمل معقمات بشكل متكرر. هلا الاكثار منين بيجينا؟ يا اما بيجينا وهو الاسوء طبعا الاكثر شيوعا، انه وقت المعقم نحن هو بالنهايه ماده قاشطه، يعني حتى على مستوى صابون معقم هو عم يشيل الطبقه الدهنيه السطحيه للجلد، فبالتالي هو عم يعمل جفاف. هذا ابسط شيء تلاقوا دائما. هي مثل كيف وقت بنقول نحن اكزباستات او ربات البيوت اللي على جلي صحن كذا مره ممكن على الجلي يصير يديها خشني، فهون نفس الشيء نحن عم نشابهها بشكل غير مباشر. موضوع رقم اثنين ممكن ياثر علينا هو التحسس على المواد نفسها. نحن بالنهايه عم نستعمل مستحضرات كيماويه، في ناس ممكن تتحسس عليها، وخاصه انه وسائب استعمالها بوقت قريب للربيع. يعني نحن بشكل طبيعي هلا بتكثر حوادث تحسس عن فصول السنه كلها، حتى التحسس الجلدي بالربيع بيزيد. لكان هو اكثر فتره له هلا، يعني نحن اكثر فترات بنعاني فيها من التحسس هو بالربيع، اكثر حالات بتراجعنا هي بالربيع. دكتور خلينا كمان بما انه عم نحكي عن المعقمات وعن خلط المواد المعقمه، خلينا نحكي عن هي النقطه بالضبط. يعني كثير من الاشخاص جابوا الكحول الطبي صاروا يخلطوا، يعني بنشوف شي عم يحطوا فيه نقطتين ديتول، شي عم يحطوا فيه شويه ممكن كلور او خل، او عم يحطوا بارفان. في ناس صارت تحط بارفان بقلبه مشان ريحته، وفي نسب ايضا كمان خلينا نحكي فيها، في شيء 75 في نسبه، وفي نسبه 90 و95. شو هن اكثر النسب اللي مؤثره والخلط قديش غلط؟ هلا الكحول 75% فما فوق يعتبر مؤثر. الدراسات حول الفيروسات، يعني انا برجع هلا شيلك عن موضوع انه الكوفيد 19 يعني هو الموجود حالي، اول ما تروحوا طرحوا انه استعملوا مي وصابون، يعني ما مطلوب انه نستعمل معقمات ونقعد نعمل لها خلطات. اذا نرجع بالتاريخ شوي، اغلب الفيروسات هي ضعيفه جدا برات الجسم، يعني هي ما كائن حي مكتمل. فهي ضعيفه جدا برات الجسم، يعني بتذكر خلينا نرجع على مستوى الايدز نفسه،
انه اذا بيجي مثلا نقطه دم كانوا انا قريانه يعني سابقا نقطه دم واحد معه ايدز او شيء هي مي وصابون او ممكن تروحها او كحول يعني هي كمان فيروس. فعمليا اذا رجعنا للفيروسات من تاريخها لليوم هي كائنات ضعيفه. رجعنا للاخطر الامراض مثلا اذا اعتبرنا الكوفيد هلا هو اكثر شيء اخذ شهره بعد الايدز سابقا يعني. ومع هيك ان كلهم ضعيفين بالوسط الخارجي ما في داعي نكون كتير هوسيين بالنقطة. يعني جراثيم أكثر مقاومة من الفيروسات بالنسبة للمعقمات. المي والصابون بس يكون استعمالهم منطقي والمكونات تكون لطيفة. المعقمات عند الضرورة يعني أنا ما يعني إذا قاعد أنا ببيتي واستعملت وبخيت على إيدي طب أنا ببيتي ما طلعت وأنا معقم كل شيء أو ما عندي احتكاك مع حدا شو كل ساعتين بدي بخبخ بحالي يعني انه عمل لك بخ شيء وكحول وشيء ماء جافيل وكلور عمل لك بخ عاد وعمل لك رشه بالبيت ما يعني هي غلط يعني هي غير اولا في تاثير مخرش اليوم حتى مثل ما حكينا احنا بالربيع بتكثر حوادث تحسسيه يعني كلنا متحسسين تماما التحسسات الانفي الارجي الربو والسعلي تماما السعلي اللي بصير بقى هون بتعرفي هلا بقى السعلي تهمي يعني اذا ساعتك شيء صار غلط تخبيها يعني انت لا تهيوا حالكم عليها. التخريش المباشر سواء كان نتيجه قشط الماده الدهنيه الموجوده او تكوين الماده نفسها ممكن يعمل حساسيه. افضل حل بهيك شغلات تستعمل معقمات الخفيفه، كحول عند اللزوم، ماء وصابون يكون نوعي بس يكون كويس، بعده عن كل شيء كثير اوفر يعني ما بدك كل هالقد لانه بدنا ناذي حالنا الحقيقه. وقت بقعد انا بمكان محصور مضبوط ماني مضطر نكرر استعمالها. بعده عن الكلور، الكلور كتير بيأذي وقتنا نستعمله بالبيت نلبس كمامة بقلب البيت عم بيجونا كتير ناس عم بيتحسس وجههم عم بيتحسس عيونهم من الكلور وبشكل كتير كبير بشكل طبيعي مادة كتير مخرشة مندير بالنا بالاستعمال تبعه. وإذا بدنا نستعمل شيء بسيط يمكن أكثر المستحضرات ممكن تتناول معه مي وملح بتركيز كتير كبير إذا حصرنا بمكان ما فيها المعقمات الوسيطة أو مي وخل. الحقيقة أنه يعني هدول أسلم من غيرهم بس بالنهاية ما أنا المعقم كامل. يفضل دائما استعمال معقم نظامي بس وقت لزومه ما نستفيد فيه. تماما دكتور، دائما نقول الحالة النفسية هي بتضعف مناعة الجسم، الحالة النفسية هي ممكن تطلع حبوب بالوش، ممكن تعمل أمراض جلدية. صح. في شيء سمعت بحالة شيء عقربة بالرأس اسمها وهيك شيء تعلبة عقربة خبطت بالحيوان هيك نحن الحماس نقدر فهي التعلبة ممكن كمان حالة نفسية. أيضا عم نشوف شري شري حبوب شباب عم نشوف تماما من كتر الخوف بعيدا عن استخدام المعقمات. خلينا نحكي الحالات النفسيه يعني والامراض الجلديه المرافقه للخوف والرعب. الامراض الجلديه مرافقه للخوف والرعب صعدت يوم ما احلاكي تعلبي ممكن تكون او العقربه في معلش عقربه الشري بشكل عام او الحكي الاكال خاصه الوقت بيكون مجهول السبب هذا ممكن يكون عامل نفسي. التعلبه حكينا عنها موضوع حب شباب ممكن يظهر بهاق صدفي بهاق اكزيما لا البهاق والصدفية ممكن تتنشط بالعوامل النفسية. في كتير أمراض ترتبط بالعوامل النفسية خاصة أمراض المناعة الذاتية الحقيقة. هلا الموضوع تبعها بيرتبط معنا أنه دائما بالتوعية يعني نحن هلا نقول اليوم فتنا نحن بهجمة اليوم بس بدنا نذكر العالم ما كتير تتحملهم أكيد في إصابات شيء لازم نكون حريصين عليه شيء لازم نحن ندير بالنا منه بس تذكروا يعني حسب تصريحات وزارة الصحة لليوم نسبة الإصابات هي 1 على 700 ألف ونسبة الوحيات وفيات 1 على 7.5 مليون يعني نحن بلد بعد شهر وما زلنا مع أنه نحن كشعب فينا نعتبر حالنا مشاغبين يعني مشان اللي بيخافوا كتير نشوف الشوارع بتعرفوا إذا فوتي على الصيدلية اليوم ما في لا صيدلية ولا اللي عم فوت على الصيدلية عم يحط كمامة والعالم فوق بعضها على المؤسسات العالم فوق بعضها على أي قطاع اليوم تلاقي العالم فوق بعضها. طيب بعد شهر أنا بعتبر لو كان في مشكلة حقيقية إحنا لازم يكون عنا فوق 500 ألف لأنه العالم عن جد فوق بعضها الحمد لله. ما زالت اليوم نحن نسبة الإصابات عنا ترتبط بناس وافدين من برات القطر ونسبة الإصابات اليوم يعني ماني شايف العالم مقتلي حالة بالمشافي ولا زال خلال نسبة الإصابات من التصريحات هي 1 على 700 ألف يعني أنا اليوم عم بحكي وحتى يمكن 1 على مليون كانت قبل شوي قبل فترة هي 1 على 700 ألف وأغلبيته من الناس وافدي
وهذا بيقول لك انه اخي العالم قاعد ببيوتها وما حدا عم يسترجي يحكي. طيب قاعد ببيته وما استرجع حكى وما مات، اعتبره قرب رايح لعنده. هذا شو؟ لا نتوسوس اكثر من اللازم، ناخذ الوقايه اللازمه لتحمينا، تحمي بلدنا، تحمي الناس اللي عايشه، شعبنا، نحمي الناس اهالينا الكبار بالبيوت، الكبار بالعمر. نلتزم بالتعليمات الوقايه وليس البيت يا عزيزتي. البيت ما بيقدر يحميك، البيت ما بطعمي خبز بالنهايه. اذا قعدنا جوا البيت تقدر مره اليوم تقعد بالبيت، بيقدر ولد بيقعد بالبيت، بس فيك انت تحصري حالك عن البيت؟ فيك ما تجيبي خضره؟ فيك ما تجيبي لحمه؟ فيك ما تتعاملي بنقد ما؟ فيك ما تجيبي اغراضك الاساسيات، الاكل والشرب الاساسيات، لانه هالبيت يستمر؟ صح، كل حدا عم يطلع عم يطلع في فرد من البيت، في حدا من البيت عم ما يطلع. التخيط بالتعليمات تبع انه انا كيف بستعمل، كيف خلينا نعتبره الوعي الصحي تبع التعاطي مع الوسط الخارجي، لانه هو فيروس ضعيف. التعاطي مع الوسط الخارجي هو الاهم. انا البس كمامي وكفوف واتكون ماشي بالشارع، ما وانا قاعد بالبيت، يعني هدول اللي بيهمني. ما هو الحجر اليوم اللي بده يمنعنا؟ يديروا بالهم يعني العالم، ما هو والله من الست الصبح للست المساء انه خلص احنا في عنا وقت بالنهار لازم كمان نلتزم ونبعد تماما عن... يعني هي ما عندها وصلة فنية من الست المساء للست الصبح الكورونا. الفكرة الأساسية عنا بأي لحظة في كورونا، بس هي شيء ضعيف منجاب، يعني فينا نجابه بأبسط الوسائل تبع الوقاية. ما أنا بحاجة كتير نوهم، ما كتير نقضي وقت بمعلومات ممكن ما تفيدنا، لأن هالتوتر هاد عم ينعكس على البيت، عم ينعكس على نفسية الناس، عم ينعكس ما بس موضوع جلدي، يعني عم ينعكس اليوم على أمراض كتير. إذا ذكرنا الأمراض الجلدية، ليش الضغط ما نوع من الأمراض ممكن ترتبط العمل النفسي؟ يعني في ناس بصيبها سكري، في ناس بصيبها 100 مشكلة غير الأمراض الجلدية، ويمكن تكون أخطر. فما بدنا نحملها أكتر من اللازم. لحد هلا خلينا نذكر حالنا، وفياتنا 1.5 مليون حسب المصرح، 1.5 مليون، يعني نحن في امان تام. ان شاء الله ان شاء الله نضل بامان، وان شاء الله مثل ما ذكرت الناس تضل تلتزم بالاجراءات. خلص لازم نخفف كلياتنا هوس معقمات، نستخدم المي والصابون اكثر شيء دكتور. خلص نستخدم المي والصابون وان شاء الله الكل بيضل بامان يا رب. اهلا وسهلا، شكرا كثير لك دكتور هايك سربيان، اهلا وسهلا فيك.